بما يضمن مستقبل أطفال سوريا وبما يعزز اهتماماتهم بكافة المجالات التي تؤسس لغد يطمحون أن يكونوا رواده، تركزت اهتمامات محافظة دمشق على الجيل الناشئ عن طريق مشروع بكرة إلنا الذي يستهدف طلاب المدارس في المحافظة. رغم صغر سن الأطفال المشاركين إلا أنهم أثبتوا أنهم قادرين على وضع بصمة في مجالات اختاروها بما أملاه عليهم شغفهم بها. ومن بين آلاف الأطفال الذين انضموا للمشروع تميز بعضهم في الإعلام، فأقامت إدارة المشروع حفل تكريم لهم في نادي المحافظة بدمشق. المجالات مثل ما شفنا هي متعددة، هلأ نحن اليوم بمجال الإعلام، وواضح أنه هناك كثير متميزين من الأطفال، وبعتقد مشروع كثير مهم، وأيضا هناك تفكير بصدد تعميمه على المحافظات السورية ليشكل هو قاعدة بناء متينة إلى جانب كل الجهود الكبيرة اللي توفرت إلنا في ظل الأعمال المهمة اللي قام فيها الجيش العربي السوري. بكل تأكيد هذه الفعالية راح تكون رسالة للي تآمروا على سوريا خلال 7 سنوات بأنه أطفال سوريا أمل مستقبل سوريا، اللي راح يساهموا بإعادة بناء سوريا هن هذا الجيل على المستوى الإعلامي وعلى المستوى الفني وعلى المستوى الثقافي وعلى المستوى الرياضي. دربنا مدربين، هؤلاء المدربون انخرطوا في مراكز محافظة دمشق 32 حتى يدربوا الأولاد ويعلموهم على ألف باء الإعلام ويكتشفوا المواهب. الحمد لله يعني المشروع رغم قصر المدة تمكن من تحقيق النتائج المرجوة والمقبولة في البداية، أنه احنا عملنا سبر لقواعد البيانات وعرفنا شو عدنا وين بدنا نروح. الآن احنا إن شاء الله بصدد إطلاق المرحلة الثالثة قريبا ستنطلق، وفي تفاعل كبير. حاليا احنا وصلنا لحدود 30,000 طفل، 30,000 طفل هن بحق بشكل جيش للحفاظ على الحضارة. دائما لما نفكر ببكرة نفكر بالأطفال. مشروع إلنا بكرة هو مشروع طموح لإنشاء جيل فعلا قادر أنه يمثل سوريا مستقبل. طبعا هدول الأطفال اللي تميزوا بالمرحلة الثانية، ومثل ما بتعرف قسم الإعلام هو قسم جديد يعني بلشنا فيه بالمرحلة الثانية من مشروع بكرة إلنا، وكان في ثمرات من هذا المشروع، واليوم رح يتم تكريمهم بهالجلسة المسائية مع أهليهم. مدربون مختصون اتجهوا إلى مدارس دمشق، اكتشفوا الموهوبين فيها وزودوهم بما يلزم من فنون التقديم الإذاعي والتلفزيوني كي يكونوا خامة تؤسس لجيل إعلامي متميز. كانت المدة كتير قصيرة، بس مع هيك تفاجأنا فعلا بمستوى الأطفال اللي هن فعلا قادرين أنهم يكونوا إلى حد ما على درجات أنه يكونوا إعلاميين. يعني الأزمة يمكن خلتنا كلياتنا نكون نكبر بعمرنا، وحتى الصغار أكيد هن أخذوا مبادئ الإعلام، ما وصلنا معهم لحتى يكونوا فعلا جاهزين، بس المبادئ اللي انعطت لإلهم من تدريبات الصوت من كل شيء، بتعرف حضرتك التدريبات الإعلام الأساسيات كانوا فعلا يعني أتقنوها بشكل جيد. بما أني طالبة إعلام وشوي بركز على المجال الأكاديمي، فلا أنه خلينا نحن نعلمهم صح، لأنه نحن بحاجة أنه نحن نعلمهم على الأساس الأكاديمي الصحيح، أنه كيف يلقي، كيف يقدم. فأنه أنا مثل ما بتعلم بكليتي ومثل ما بتعلم بالمجال العملي، فأنه أنا بعطيهم إياه. نحن كتير تفاجأنا أول ما رحنا على المركز، يعني كنا متوقعين أنه مثلا رح نتعبنا شوي معاهم، بس بالعكس أبدا. شفنا أولاد مبدعين يعني بكل المجالات بالإعلام، بتحسهم فهمانين عارفانين كل شيء. كانت تدريبات كتير حلوة، وقتها أنا كتير استمتعت فيها واستفدت مو بس كدراسيا، لأنه أول ما خدنا الكوتش نيرمين أنه الإعلام لازم يكون في ثقة بنفسه، فأنا تطورت الثقة بنفسي من وقتها. كنا نعمل بروفات تمرينات مثل الصوت، تمرين قلم وهيك للإعلام، وكيف الإعلام بيقدر يظل يتنفس وهو عم يحكي. والحمد لله قدرت من المتميزين. كيف التقديم بدنا نقدم نشاط، الأخبار، الحوار، تمارين صوت وأحرف اللثوية. يعني كنا ناخد شوي قواعد لغة مشان نمكن اللغة العربية عنا. كنا ناخد تدريبات على الحوار والقلم
وكمان تدريبات التنفس، دربنا يعني على تمارين الصوت، تمرين الألم، تمارين التنفس. وكان مشروع بوكرايلنا انطلق في عام 2014، حيث بدأ بمجالات الرياضة والفنون البصرية والموسيقى بكل أنواعها، لتدخل إليه فيما بعد مجالات إبداعية أخرى كالإعلام والفصاحة والخطابة وتأليف السيناريو والقصص.